تعرضوا للظلم، يعني في حاجة لأن يكون حسام حسن هيبص عليهم أو هيختارهم خلال الفترة المقبلة؟ بص بص بص، في كرة القدم في حاجة اسمه لاعب مرحلة. لاعب مرحلة. أنت بتسعى لتغيير دماء ودم منتخب مصر بلاعبين جدد شباب يعطوا حيوية للفريق. تمام؟ لكن أنت المرحلة القادمة ما هو الهدف؟ لما بتبقى عايز توصل لهدف بيبقى ليه كذا مرحلة. المرحلة الأولى وهي شهر 6 اللي جاي. شهر 6 اللي جاي أنت عندك ماتش بوركينا فاسو على أرضك، وعندك ماتش بوركينا فاسو خارج أرضك، ومش على أرض كمان بوركينا فاسو. قد يكون الماتش في المغرب. تمام؟ واحنا شفنا بوركينا فاسو فريق الماتش الثاني غينيا بيساوي يوم 10 ماشي الماتش الثاني خارج بس انا لا، المعلومه اللي عندي ان عندنا بوركينا فاسو رايح جاي وبعد كده غينيا. نتاكد يعني، المعلومه اللي عندي ان بوركينا فاسو رايح جاي وبعد كده غينيا. واتيفر يعني تمام. طيب هو بوركينا 3 يونيو وغينيا بيساوي 10. حلو قوي. بوركينا على ارضنا ولا بره ارضنا؟ لا على ارضنا وغينيا بيساوي بره ارضنا بالظبط. طيب انت عندك لو كسبت بوركينا فاسو على ارضنا ورحت كسبت غينيا هناك على ارض غينيا بيساوي، فريق مش سهل، انت بنسبه 80% وصلت كاس العالم. فهل انت ممكن تستعين باثنين لعيبه ثلاثه لعيبه شايفهم فورمه في الدوري، حتى لو سنهم كبير، حتى لو شيكابالا، حتى لو عبد الله السعيد، حتى لو محمد عبد الشافي، حتى لو اي حد فاهم سنه كبير بس انت محتاجه الماتش ده لانه عنده خبرات، هتحتاجه بقى 10 دقايق، هتحتاجه تلت ساعة، هتحتاجه ربع ساعة. ممكن يحتاج محمد ابراهيم مثلا من سيراميكا كليوباترا، يعني ممكن يدخل وجوه جديدة عندهم خبرات سابقة وفي نفس الوقت في كيمياء ما بينهم وما بين حسام. خلاص ده مش معناه ان مثلا عبد الله وشيكابالا ممكن يكونوا موجودين مثلا في كاس العالم 2026، لا يمكن، لان هيبقى عندهم مثلا 41 وبتاع، خلاص يبقى الموضوع انتهى، ممكن يكونوا بطلوا كوره. فبالتالي كل مرحله وانت ليك هدف فيها، الهدف الاسمى دلوقتي لحسام حسن هو الوصول لكاس العالم. فكل ما تبدر وتوصل كاس العالم قبل نهايه التصفيات كل ما يكون عندك فرصة ان انت تعطي لاعبين جدد فرصة يكتسبوا خبرات عشان يكونوا هم نواة للمنتخب المصري فيما هو قادم من مستقبل. وبالتالي في هدف دلوقتي، وفي هدف بعد سنة، وفي هدف بعد سنتين. التخطيط كده يا كابتن اسلام. طيب كابتن خالد، يعني كابتن خالد، يعني المرحلة الحالية تحتاج لوجود بعض الأسماء اللي هقول لحضرتك عليها، زي حسين الشحات، زي طارق حامد، زي عمرو السولية، اللي كان يعني أنا أكلمك على لاعبين ما كانوش في الحسبان خلال فترة فيتوريا. رمضان صبحي طبعا بعد طبعا عودته أو يعني من الإصابة، لكن بكلمك هل المنتخب في حاجة للعيبة دي؟ هل في حاجة الكهرباء لأسماء معينة ولا لا؟ بص يا كابتن إسلام، احنا دلوقتي انا كنت سامعك لسه بتقول ان الدوري هيرجع. عواد وبسام برضو عشان بص يا كابتن إسلام، الدوري هيرجع خلاص؟ الدوري هيرجع. فرمضان هيلعب وطارق حامد هيلعب في الدوري السعودي بعد كأس الأمم الآسيوية. تمام؟ مستوى اللاعب والفورمة اللي وصل لها هو اللي هيفرض نفسه على المنتخب، خصوصا ان اسمه كبير يعني عنده رصيد. لكن ما ينفعش اقول مثلا رمضان هيضم المنتخب ورمضان ما بيلعبش، او رمضان وحش، او رمضان مش فورمه. فلازم اللاعب يكون فورمه الاول عشان يعطي انطباع جيد لدى المدير الفني والجمهور والاعلام، فالكل يطالب بتواجده وعودته. لكن هل طارق حامد ممكن يبقى له فرصه؟ طبعا طارق حامد راجل، طارق حامد مقاتل في الملعب، طارق حامد احنا حسينا بعدم وجوده لانه كان موجود في كاس الامم اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، وكان عنصر مهم وعنصر فعال. فاهم قصدي؟ وممكن كابتن حسام عمرو السوليه مثلا بقى له فتره بعيد،
طب افرض عمرو السرية لعب وكان في شباب لوزداد مكسر الدنيا وبعديها مع بطل غانا مكسر الدنيا ورجع، فايه المانع؟ السن ليس عائقا في هذه المرحله، الاهم هي الفورمه والمستوى البدني والفني والمهاري والاضافه اللي ممكن يعملها حسين الشحات، ممكن يعملها كهربا، ممكن يعملها رمضان صبحي، ممكن يعملها طارق حامد، ممكن يعملها عبد الله السعيد، ممكن يعملها شيكابالا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. هو النهارده ضيفنا الكابتن خالد الغندور في مداخله مع اسلام صادي، عايز يقول ان السن مجرد رقم وكل مرحله وليها رجالتها، حرفيا بالبلدي كده واحنا قاعدين على قهوه الخواجه بنبسط الامور، لان كل مرحله وليها رجالتها. ان انت دلوقتي لو انت اغتنمت الفرصه في مباراه بوركينا فاسو اللي على ملعبك وعندك غينيا بيساو، انت رايح كاس عالم رايح تكسب هناك، انت بتوصل بنسبه تعدي كمان ال 80% ان انت وصلت كاس عالم، تقدر بقى انك تجرب، تقدر انك تعمل مشروع لعيب، تقدر انك تجيب لعيبه صغيره. في لعيبه قالها ان اللعيبه حسب التجانس مع الكابتن حسام حسن، في لعيبه دربها الكابتن حسام حسن وعارف امكانياتها كويس. هو اهم حاجه في القصه كلها ان زي ما قال الكابتن خالد الغندور، في لعيبه هتفرض نفسها على المنتخب. هو احنا نطلع ونقول ان مستوى رمضان صبحي المتالق مع بيراميدز اللي جايب عدد من الاهداف كذا اللي كسبهم في مباراه كذا ليه لا ما يضمش لمنتخب مصر؟ محمد عبد الشافي، شيكابالا، حسين الشحات، امام عاشور، كله اهلي وزمالك، واي حد هيفيد منتخب مصر لازم نطلع ونتكلم عليه. بس ساعدني عشان اساعدك، تاكل بايدك تشبع، نادينا ادينا الضوء الاخضر علشان الاعلام كله يتكلم عليك والكل يطالب بادائك ووجودك في منتخب مصر. هي كده، انت عايز تروح منتخب مصر العب كويس وبس، وكله هيقول انك تروح منتخب مصر، غير ان العداله ان شاء الله هتبقى موجود، غير عك سبك لبن تمر هندي روي فيتوريا. اسمع رايك في كومنتات، تحياتي احمد الخواجه. حبيبي يا خواجه.